والآن مشاهدينا نتعرف على أحوال الطقس. عودة مرة أخيرة إليك فاطمة. شكرا أميرة، شكرا آية، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الخميس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائلا للبرودة على السواحل الغربية، بينما يكون مائلا للدفء على شمال الصعيد ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتوقعت هيئة الأرصاد في بين لها أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 10، الإسكندرية 17، 10، مطروح 17، 11، بورسعيد 19 11، اسماعيليه 20 10، وجوها مائل للبروده. اما في السويس 21 10، العريش 18 11، طابه 22 13، شرم الشيخ 24 14، الغردقه 25 14، وجوها معتدل. اما بالنسبه للاقصر 28 10، اسوان 30 12، الوادي الجديد 24 8، شلاتين 30 12، حلايب 29 13، وجوها مائل للحراره. والان نستعرض معكم درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه.